أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أسس التربية ومع سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي الضيف الدائم على حلقاتنا، فأهلا وسهلا سعادة الدكتور. حياك الله سعادة نور. يا مرحبا يا مرحبا. احنا وعدنا أعزائنا المشاهدين والمشاهدات أن أسئلتهم محفوظة، واليوم إن شاء الله سنواصل تلك الأسئلة التي وصلتنا، وأيضا الجديد لمن أراد المشاركة عبر الواتساب أو عبر الزوم أو القنوات المتاحة للتواصل. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، كان الحديث في الحلقة الماضية عبارة عن تساؤلات وصلتنا حول المراهقين والمراهقات ومحكات التعامل، وكذلك بعض التجارب الإيجابية الجميلة التي أثبتت لنا أن المراهقين والمراهقات قادرين على التغلب على هذه المرحلة وتجاوز محطات الانكسار والخطأ والفشل إذا حصلوا التوجيه والرعاية الصحيحة. اليوم سنواصل الأسئلة التي وصلتنا، ولأهمية هذه المرحلة العمرية وأيضا أهمية هذه الأسئلة ما زلنا مستمرين معكم في طرحها وتناولها. وهذا السؤال وصلنا عبر الفيسبوك من الأستاذ طارق شلبي، يسأل: كيف للشاب أن يوازن بين الدراسة والعمل الدنيوي وكسب الرزق والعلم الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله. حقيقة يعني أول أشكر الجميع الحقيقة على تفاعلهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك، خاصة نحن في الحلقة الأخيرة ربما فيما يتعلق بالمراهقين، نسأل الله أن يبارك في هذا الوقت. الحقيقة يعني إجابات سريعة أرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى بها. سيدي أنور والإخوة المشاهدين والمشاهدات، البيئة الأسرية الآمنة هو خير ما يعين على قضية التوازن الذي أشير إليه. يعني كلما كان البيئة آمنة، تذكر في محك الأمني، كلما كان المحك الأمني حاضرا والبيئة آمنة، كلما كان هذا الجانب إيش سيساعد. ولذلك أنا أقول مهم جدا للأباء والأمهات أن يراجعوا قضية الأمن النفسي في بيئتهم. واضح. الجانب الآخر الحقيقة المشاركة معه والتعاون، وهذا أيضا مما يساعد على قضية كذلك إكسابه جانب التوازن، لأنه هو خبراته بسيطة وهو يحتاج إلى أصحاب ماذا؟ أصحاب الخبرات. ولكن نحن نحتاج أيضا أن نربطه بأصحاب إيش؟ أصحاب التجارب والخبرات. صحيح. لأن هذا سيساعده بعض الأحيان. ترى المراهق عنده قضية الرغبة في المثل وعنده قضية الاندفاع. جميل. عرفت كيف؟ يعني هذه قضيتين مؤسسيتين، إذا 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 لم يكن قريبا منه أصحاب الخبرة في الغالب سيتجه إلى اتجاه معين ويتجد أنه ينسى الاتجاهات الأخرى، وقد يصاب الإحباط. بالضبط. بسبب اندفاع، بسبب اندفاعه ربما قد لا يكون هذا الأمر هو الذي يعني يجيده من جهة، أو أنه ما ليس عنده الآليات في المهارات في التعامل معه، غير أنه في الجوانب الأخرى التي هو سأل عنها في الجوانب التوازن. فنحتاج إلى تنبه في مثل هذا الأمر. أيضا عدم تحميله فوق طاقته. عرفت كيف؟ لأن لا نتصور لما نحمله فوق الطاقة أنه سيتوازن بحال من الأحوال. يعني يقول والله يطلب العلم يدرس ويطلب الرزق، وكذلك يعني نربي تربية من خلال برامج نافعة ومفيدة، وحنا جالسين نكلفه مسؤوليات فوق طاقته. هذه ستكون إشكالية. جميل. أيضا أخي الكريم، الثقة به والصبر عليه. يعني مهم جدا أن نشعره بأنه ماذا؟ بأنه قادر كما أنت أشرت قبل قليل في لفظك الجميل أستاذي أنور فيما يتعلق بقوة التجارب، أن أثبتت قدرة المراهقين والمراهقات. طيب ده هو يغلط، لا إشكال، إحنا كما اتفقنا سابقا. صحيح. صحيح. لا إشكال في ذلك أبدا. الحقيقة تحقيق الواجب في الحد الأدنى، لأنه المسارات كثيرة. يعني أنا عندي المسار العقلي والمسار الاتجاهات ومسار الاجتماعي ومسارات عديدة جدا في الشخصية. عرفت كيف؟ في واجب في كل مسار وفي حد أدنى لهذا الواجب، ينبغي إيش؟ أن نعتني بتوفر والتأكد من توفر الحد الأدنى في هذه المسارات، وأن لا تطغى المثالية علينا بحيث أننا نريد أن نوصل للمثالية في وقت قصير. وغالبا مثاليتنا بعض الأحيان في نظرتنا
أن ستكون غير واقعية. فنحتاج للمثال الواقعية. هذا باختصار حفظك الله. طيب دكتور يعني إذا تسمح لي بس إن كان معاش وقت البرنامج، لكن أثرت عندي حقي تساؤل أثناء طرحك. يعني الآن بعض الآباء قد يندفع إلى جانب أني أبغى ولدي يكون طالب علم، وولدي أبغى مميز في الدراسة النظامية المنهجية المدارس، وأبغى يكون مثلا عنده جوانب كثيرة متعددة. يعني في مرحلة المراهقة يا دكتور، هل ممكن أن نتعرف على الميول؟ ممكن نتعرف على الميول، وبل يعني أعطيك نظريات هولند كمثال، يعني وبعض التطبيقات الموجودة لها والعينات التي طبقت عليها، مراحل متوسطة أو مراحل متثانوية فما فوق، يعني حتى ممكن يعني نطبقها ما قبل حتى الثانوية بالنسبة لمن يعني أنا أتكلم عنها مقياس، يعني من عمر 15 ممكن قدناه للدكتور عطا صالح الغامدي كمثال، فغير عاد يعني بالنسخ الأخرى كمثال. فيمكن، وهذا سيساعدني على أني أنا أعرف ماذا يمكن أن يكون أكثر إشباعا له. جميل. مع أهمية أن هذا لا يلغي السؤال اللي سأله أي نعم، ألا هو التوازن. التوازن سمة خاصية مهمة جدا في الشخصية، يعني أنا مهم جدا أنا أربي الطفل على التوازن، والمراهق على التوازن، والكبير على التوازن، وأصلا خاصية في منهج الإسلامي أنه ماذا؟ منهج متوازن. عرف كيف؟ يعني معنى آخر، ليس من الصواب أنني سأعتني بالجانب العقلي على جانب الروحي، حساب الجانب الروحي، جانب الروحي على حساب الجانب يعني الجسدي. يعني كلمة توازن هل معناها أني 50-50؟ أي لا. التوازن هو عبارة عن المستوى الذي يناسب الحال ويناسب الشخص الموجود. جميل. ولذلك توازني غير توازنك. أي. ونقطة اللي ذكرتها أنت أخي الكريم فيما يتعلق في الميول، عندئذ أنا لما يكون ميولي المتميز فيه غير ميولك أنت المتميز فيه، أنا سأتشبع في ميولي المتميز فيه وأنت ستتشبع في ميولك المتميز فيه. جميل. لكن الميل الذي عندك المفترض يكون عندي مستوى أدنى فيه، على الأقل أحافظ عليه، وهكذا العكس. فلذلك يحصل التوازن. أيه. طيب جاءت الدراسة وجاءت الاختبارات، ما المنسوب اللي سيرتفع وقت الدراسة؟ لا، هذه وقت اختبارات ظرف طارئ. إيه؟ مدة شهر سيكون أسبوعين ماذا؟ للدراسة النظامية. الدراسة. إيه؟ لكن هل سأترك الصلاة؟ لا، إلى آخر كمثال. إيه؟ وخذ على ذلك. فلذلك الجانب التوازني فيه مرونة، لكن أيضا فيه حقيقة حكمة وتعقل، وذلك يحتاجون حقيقة إلى التدريب وأصحاب الخبرة في هذا الجانب. ليس عبارة عن مسطرة، وكما قلت أنت 50-50 أو يعني أو 30-30 محاصصة بال لا 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 بالنسبة متساوية. لا، ليس لذلك التربية سبحان الله يا إيش جاءت التربية؟ التربية جاءت إيش؟ الإنشاء الشيء حالا فحالا إلى مستوى كماله. الله. طيب مستوى كمالي غير مستوى كمالك. فلذلك طيب في أي شيء أيضا هنا تأتي قضية المجالات اللي هي الشمولية، الجانب العقلي والنفسي والروحي وإلى آخره. طيب والتوازن هو ماذا؟ يعني أعطي كل ذي حق نيش حقه. إذن يأخذ ولنفسك عليك حقه، ولأهلك عليك حقه، ولزورك إلى ضيفك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معلم التوازن حقيقة. أحسن فضيلة دكتور، نفع الله بعلمكم وبكم. وهذه سائلة في أيضا في الفيسبوك، أم ياسر تسأل: عندنا في بلدهم المراهقون أول شيء يفعلونه ترك الدراسة أو التهاون فيها أشد تهاون، ويريدون اللجوء للعمل أو التسكع في طرقات أو في الطرقات. كيف نحمي أبناءنا من هذه الظاهرة؟ ظاهرة الترك، ظاهرة التسكع، ظاهرة انصراف للعمل وترك التحصيل العلمي. جميل جميل. أنا أقول الله يعين الحقيقة الآباء والأمهات على تحمل ما يرتبط بحاجات المراهقين اللي أشرنا إليها في المحكات، لأن في حاجات، وأيضا الله يعينهم على التعامل مع المشكلات. فالمشكلات في هذه المرحلة تحتاج الحقيقة إلى وعي وإلى حكمة وإلى علم وإلى ثقافة تربوية وما شابه ذلك. من ذلك ما يرتبط بهذا السؤال، يعني فعلا مشكل ترى أنه الشاب المراهق أخي الكريم والأخوان والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أنه يعني يشد عن الوضع العام. التعليم أصبح قضية أساسية وركيزة في المجتمعات. ولذلك الإقناع العقلي أخي الكريم، وأنا أقول هذا الأخت والجميع، بأهمية الدراسة والشهادة مهم جدا. يعني لابد من قضية إقناع عقلي، يعني معنى آخر لابد يدرك هو لماذا يدرس. طيب هذه قضية. أنا معلش يا دكتور لا تأخذني، يعني أنا الآن في بلد محتاج الوظيفة العمل، أبغى أصرف على أمي على أخواني، نأتي إليها. يعني معلش أنا أقول الدراسة إلى حد معين
أعرف أقرأ وأكتب الحمد لله، ما عندي إشكالية، أعرف أقرأ المصحف، حافظ لي جزء عمه وخلصنا. أستاذي الكريم، إذا كان القضية مخطط لها في الأسرة أنا ما عندي إشكالية. آه جميل، ما عندي إشكالية. أما تجي مفاجآت ويستغرب الأب والأم ثم قالوا التسكع في الشوارع، هذه إشكالية. صحيح، لذلك أنه يعمل عندي خير من التسكع. نعم نعم. لكن أيضا إذا أمكن، وهذه قضية مرتبطة بالتوازن، إذا أمكن إلى أنه يعمل ويدرس فلا شك أن أخي، أعرف طلابا في الجامعة كانوا يدرسون معنا في تخصصات تربوية، وبعد الساعة 2 الظهر ينتهي من دوامهم يذهبون إلى عملهم طلب الرزق. نعم صحيح. طيب. والطلبة متميزين متفوقين. وأنا أعرف الحين واحد منهم تكلمني قريبا، يعني جالس الآن يرتب أموره في الزواج وإلى آخره، يقول كون نفسه بنفسه ما شاء الله، وأخذ الشهادة وحمل الشهادة. من لماذا؟ شو إشكاليتنا أخي الكريم بعض الأحيان إن نحن نشعر إن الأمر صعب، أمر الجمع صعب. وفي قاعدة جميلة عن الشيخ الإسلام بن تيمية، الإعمال للإهمال. الأصل أن نعمل أشياء الإيجابية مع بعضها البعض. جميل. هذه الشمولية والتوازن. جميل. للإهمال نجي نقول لا خلاص أدري، أنت عندك الدراسة ولا عندك إيش العمل. أيه. نحن الذين نوجد التصادم ما بين الاتجاهين. جميل. المفترض، هذا قصدي بالإقناع يا شيخ الكريم، المفترض أن نساعدهم على أنه ممكن الجمع. طيب نعينهم، نحاول نفتح لهم آفاقا، خاصة أستاذ الكريم إذا كان الحاجة فيها تستدعي ذلك. جميل. المشكلة يا أستاذ الكريم إذا كان الحاجة لا تستدعي ذلك، وهو ترك الدراسة وراح للعمل، وزين أنه المشكلة عندي في الثالثة تسكع، هذه القضية الخطيرة التي نحتاج حنا حقيقة أن نتنبه لها. القرب منه وإشغاله بما يناسبه جدا، هذه مع مراعاة الجوال المتعلقة بالمحكات سيساعده بشكل كبير جدا. يا أستاذي، ونقول هذا كلام للجميع، لندرك تلبية المحكات وتلبية الحاجات، صدقني أن مآلها، مآل هذا الشيء إلى مزيد من الاستقرار ومزيد من الإنتاجية. جميل. في ثلاثة أمور أنا أريد أن أقولها لهذا السؤال ولغيرها من أسئلة وللمحكات تأكيدا عليها، وذكرها أهل الاختصاص. الآن هل الواحد من يعني يرغب في الاستقرار النفسي لنفسه ولأبنائه؟ لا شك. طيب الاستقرار النفسي يسمونه الاستقرار الذاتي، يعني هو يشعر بأنه مستقر ليس مضطربا. نعم. متوافق مع نفسه. اثنين، الاستقرار المجتمعي اللي هو التوافق مع الآخرين. جميل. إيجابي ولا مو إيجابي؟ إيجابي. إيجابي بلا شك. شيء الثالث اللي هو الزيادة في الإنتاجية. هذه المنتجات الثلاث لا يمكن تتأتى ترى إلا من خلال العناية بالمحكات وإشباع الحاجات. جميل. في موضوع هذا وغيره من الموضوعات سيكون المنتج أكثر استقرارا نفسيا ذاتيا، أكثر استقرارا مجتمعيا، أكثر إنتاجية. الله. ولذلك الحقيقة من زرع إيش؟ حصد. حصد. أنا أقول والله أولا هذا أمر من الله عز وجل وواجب علينا، ما إحنا يعني لنا الخيار في ذلك، لكن أيضا الإنسان طبيعي يحب النواتج. النواتج قدامك موجودة، يعني أنت لما تجيك هذه المشكلات، صحيح ليس كل الناس يعني عندهم هذه الصورة، لكن أنا يعني أقول لابد الأسر أن تهتم من بناء الأسرة ابتداء، بل قبل الزواج أن تعتني كثيرا في موضوع بناء الأسرة بطريقة سليمة، وأن لا ينسوا الحاجة إلى هذه الثقافة في الحوائج، في الحاجات وفي الخصائص. جميل. وفي المحكات. جميل، بارك الله فيك يا دكتور، الله بعلمكم حقيقة ما شاء الله إجابات ثرية ونافعة، أسأل الله أن ينفع بها المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدين. آمين آمين. معنا سؤال أيضا وصلنا في الفيسبوك من الأخ محمد الشهاري، يسأل أو الشهاري يسأل كيف نجنب المراهقين أخطار هذا الزمان، أصدقاء السوء، أخطار الأنترنت الذي أصبح الشاغل أكبر للشباب. نستضيف للإجابة عن هذا السؤال الأخ الأستاذ محمد بن سليم القحطاني، المعلم والخبير التربوي. أستاذ محمد معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ محمد. مساك الله بالخير أستاذ أنوار، وحيا الله ضيفك الدكتور خالد. مساك الله بالنور والسرور. أهلا وسهلا أستاذ محمد. سمعت سؤال الأخ محمد من نعم تفضل، طال عمرك أدلو بدلوك في الإجابة، نفع الله بعلمكم. طيب يعني نحن ونحن صغار كنا ونحن نلعب الكرة، نعم، كنا نتكلم عن قاعدة في المباراة وهو أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. لماذا دائما نحن
نحاول أن ندافع عن المراهق ضد الأشياء الخطرة والسيئة. لماذا لا نحول الممارسات مع المراهق إلى هجوم ضد هذه القيم الفاسدة، وأن يكون هو من دعاة الفضيلة ومحاربي تلك الرذيلة، وأن يكون له دور فاعل؟ يعني لا نتصور أننا يمكن أن نحمي المراهقين على طول الوقت وطول الأزمنة وطول الأمكنة وطول الفراغات التي تكون طيلة الأيام والإجازات وغير ذلك. حلو. فلا بد أن نعمل خطة هجومية ونغير خطتنا في اللعب علشان نفوز يا جماعة. إلى متى دائما نرجع وننهزم؟ كلام جميل. ونحصل على الفوز دائما. الأمر الثاني، لا بد أن هذه مباراة حماسية أستاذ محمد. هذا أخطر من مباراة، إنه تحدي حقيقة. جميل. تحدي كبير. ندخل ليس بصفة متوترة، إنما بصفة يعني ثابتة راسخة، لأن هذا سلام. هو الأصل عندنا في تاريخنا وفي أجدادنا القريبين، كانوا وهم في سن صغيرة في سن المراهقة كانوا هم مسؤولين مسؤوليات كبيرة جدا في الحياة. لابد أن نعود إلى ذلك المربع الأول ونبدأ من جديد مع أبنائنا المراهقين. من الأشياء المهمة جدا أن يشبع الشاب المراهق. المراهق يحتاج إلى إشباع جثماني، ويحتاج إلى إشباع روحي وعقلي ونفسي واجتماعي، ويعني لغة الإشباع غير موجودة. دائما في أمور معينة نقول خله يصارع الحياة، وفي أمور معينة نقول لا لا لا، مفترض أن ما يحصل كذا، وحنا وهما يعرف وهما يفهم، وهذا غير صحيح. يا أما أنك تقول خله يواجه الحياة بجميع أضربها، أو أنك يعني تتنحى قليلا عن مساره وسيره. الأب ينبغي أن يكون قريب، المربي يكون قريب، لكن لا يكون حجر عثرة أمام هذا الشاب اللي عنده طاقات الله أوجدها فيه لعمران هذه الأرض. ترى يعني الإنسان الذي لا شهوة له، والإنسان الذي لا يعني ميولة عنده، يعني هذا الإنسان عادة ما يكون منزوي في أطراف الحياة لا فعل له فيها. لكن عندما يكون عنده هذا الشعور الحيوي من الطاقة الشهوانية، فهو الإسلام لا يدعوه إلى قطعها، إنما يدعوه إلى تهذيبها. نعم. وتوجيهها التوجيه السليم. جميل. نعم. فهو عنده جوعة جسمانية وجوعة روحية في نفس الوقت، عنده إذن جوعة نحو الروحانيات وجوعة نحو الشهوانيات، سبحان الله. وتكون أحيانا بدرجات متساوية. جميل. الأمر الثالث. أيوة تفضل. المراهق لابد أن نغمسه في بيئة رافعة ودافعة، بيئة تدفعه نحو يعني الأمور الإيجابية وترفعه عن الرزايا والدنايا. هذه البيئة تكون عادة في المسجد، تكون عادة في المدرسة، تكون في بعض الأقارب، تكون في البيئة المنزل أحيانا. لابد أننا نحرص على هذه الرفعة، الرفقة الرافعة، الرفقة جميل. الدافعة للشرور. نعم. هذا شيء أساسي ومهم. نعم. أخيرا أنا أدعو المراهق أنه بدل ما نتكلم عنه والأبوين يقلقون عليه والمربين يدقون ناقوس الخطر، نطالب المراهق بصفة عظيمة جدا إذا كانت عنده، فإنه سيحمى بإذن الله عز وجل من كل شر، وهي صفة التسامي. أن يكون التسامي. متساميا عن الرزايا، ساميا جميل. في أهدافه. نعم. متساميا مترفعا عن كل ما يشين تاريخه، لأنه من الآن يبدأ يكتب تاريخه في أذهان الناس وأذهان المجتمع. فإذا رأوه مستقيما في ألفاظه، مستقيما في سلوكه، في سيره إلى المساجد، في جديته في طلب العلم وترقيه إلى معالي الأمور، حينئذ ستكون سمعته رائعة إذا جاء يتزوج، سمعته رائعة إذا جاء يتوظف، سمعته رائعة في مجتمعه، وبإذن الله عز وجل سيحصل على أعلى الرتب في نفوس الناس وفي الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيك أستاذ محمد. شكرا سعدنا بك طال عمرك، وشكرا على الإجابة الجميلة والرائعة، وأثرتنا وأثرت اللقاء بهذه المعلومات الجميلة. سعد دكتور تعليق. ما شاء الله، جزاه الله خير وفتح الله عليه وبارك فيه. الحقيقة يعني أكد على قضية البيئة وقضية الأصدقاء، أكد على قضية العناية بالجانب الاستثماري للجابي في هذه المجالات. نعم. وهذه قضية أنا أؤكد عليها جدا، يعني لابد أننا نفتح هذه الآفاق
وكذلك نحمل المسؤولية ونساعدهم على هذا الجانب، يعني التقنية والقضايا هذه تحتاج إلى أننا نساعدهم كيف يستطيعون يستثمرونها دينيا ودنيويا، يعني دنيويا وأخرويا. أيضا مزيد يا أستاذ، نقول إضافة الكلام للأستاذ محمد الجميل، مزيد من التربية الإيمانية ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم أدعو حقيقة أخي الكريم، أدعو الأسر من وقت إنشائها أن يأخذوا بي 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 يعني يأخذوا على أنفسهم الضبط في التعامل مع التقنية من وقت الطفولة. هذا الضبط من وقت الطفولة سيساعد في وقت المراهقة. التعويد حقيقة. لذلك يعني مقال الدكتور خالد المنيف في بيتنا قانون رائعة جدا في هذا المجال، وقراءة ما يترتب على هذه في هذه الجوانب الثقافية جدا مهمة. فالطفل عنده قابلية وعنده إذن سيقبل على مرحلة المراهقة، وقد تعود على قضية أنه مثلا أوقات محددة، أنه ما يدخل على النت، أنه يعني يستفيد فقط من جوانب معينة إلى آخر، ليس القضية مفلوتة لا 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 ضوابط. جزاك الله خير دكتور. هذه سائلة سؤال عبر الواتساب وصلنا، تقول أريد من ابنتي أن تصارحني بما تواجه مشكلات، لكنني أفقد أعصابي عندما تذكر لي الأخطاء التي وقعت فيها وأوبخها، فأصبحت تخفي عني أخطاءها ومشكلاتها للأسف، فماذا أفعل؟ الحقيقة أن السؤال هذا نحن سألنا الأخوة في إدارة البرنامج عن العمر، هو مجموعة من الأسئلة، كان هذا العمر في مرحلة الثانوية. أي نعم صحيح. والحقيقة يعني أنا أقول المشكلة هنا وين؟ عند من المشكلة؟ من الأم. عند الأم بشكل واضح، أي واحد سيدرك القضية. هي 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 الحقيقة لها هدف شريف جدا، ألا وهو أنه يعني أنها تعطي الأمان للبنت، أنها البنت تتكلم بما عندها من قضايا ومشكلات. طيب البنت عندها استعداد ولا ما عندها استعداد؟ كان عندها استعداد. كان عندها استعداد. لكن نحن أو هي يعني لم تتحمل هذه القضية، وعندها مشكلة الثوران الغضب وفقد أعصابها بسبب أنها تسمع أشياء غير مترقبة. طيب ما تتوقعين أنت؟ يعني لابد الأم تتوقع أن تسمع شيء ترى إلى مستوى الانحرافات الفكرية والقضايا الأخرى، مهم جدا يا أخي. ولذلك توطين النفس في فرق بين القبول والتقبل أيها الإخوة والأخوات، القبول والتقبل، أنت لا تقبلين ما لديها، أنت تتقبلين حالتها كما تقبل النبي صلى الله عليه وسلم حالة الشاب فتقبله، لكن هل أقره النبي؟ لم يقره النبي، لكنه أخذ وحاور وناقش. لذلك الإشكالات تحتاج الأخت إلى عملية ضبط الانفعال، السلف كنترول، هذه مهمة جدا. ضبط الانفعال يعني في عدة وسائل، لكن منها من إجراءاتها ضبط المثير. مشكلة ضبط المثير اللي هو سماع المشكلات. طيب إذا كان هذا الأمر ما تستطيعونه ومشاكلك وسلبياتك أكثر، فلتسمع البنت مشكلاتها إلى طرف آخر غيرك وحتى تطمئني، لكن المفترض أنها أنت توطنين نفسك بمثل هذا الجانب. الجانب إعطاء يعني معايير أنه إذا غضبت، إذا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنه ضرب المثال أنا يعني أنني أفكر بالمآلات إلى آخره، أعطاه رسائل إيجابية، أنا قادر على ضبط نفسي، عرفت كيف؟ ثم أقيم نفسي. هذا بعض الإجراءات البسيطة جدا، والقضية هذه تحتاج إلى وقت وزمن. صحيح. فأنا أقول تحتاج الحقيقة تستفيد من مستشارات نفسيات في عملية ضبط الانفعال. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه شخص فقال له أوصني، فقال له ماذا؟ لا تغضب. طيب الغضب الآن موجود غير موجود؟ الغضب موجود، الأصل موجود، ما في أحد ما يغضب، هذا السلوك، بل النبي صلى الله عليه وسلم غضب، عرف كيف؟ سلوك وجداني. لكنه صلى الله عليه وسلم يتكلم عن إدارة الغضب وضبط الغضب. نعم، هذا نحتاج. ولا يمكن أن ينفك عن الغضب بالضبط. لكن فتحتاج الأخت إلى هذا الجانب. نعم. باختصار. نعم. ولذلك يجب أن تفرق أيضا بين السلوك وبين صاحب السلوك. يا سلام. موقفنا من السلوك موقفنا من صاحب السلوك. هي ممكن تقول لك أنا شو اسمه، أنا بالنسبة لي موقفي هذا بسبب السلوك، ليس صاحبة السلوك. طيب بس هي الآن هي صاحبة السلوك أمامها، وأنت التي تريدين تكسبين أن تفيض بما عندها، فحاول تضبط نفسك وتضبط انفعالاتك. إذا أنت صعب عليك أجلي هذا الموضوع أو حيليها إلى من تستطيع تستقبل. نعم. إلى أن تتدربي على قضية ضبط الانفعال. جميل جميل. عندنا حين حقيقة الأسبوع الماضي كان من جوانب الإثراء في اللقاء جانب التجارب الجميلة اللي ذكرتها يا دكتور. واليوم أيضا معنا الأستاذة نورة بنت عياد المطيري، هي مديرة المشاريع ومهتمة بالتربية في مركز رواد الإبداع
ومركز برافع الفتيات بالخفجي. الأستاذة نورة جزاها الله خير عندها بعض التجارب، لعلها تكون معنا الآن على الخط. أستاذة نورة. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة حياك الله عندنا. اهلا وسهلا فيكم، مرحبا بكم اخواني الفضلاء، اتشرف بالمشاركه معك. الله يحييك. يا مرحبا، اهلا وسهلا. ضيفك الكريم الدكتور خالد، جزاك الله خير. حياكم الله جميعا. الله خير. طب لا زلنا ننهل من نبي علمه، بارك الله فيه. الله ينفع بكم جميعا. استاذنا الدكتور خالد جزاه الله خير، دائما نستفيد من علمه ومن معلوماته، نفع الله به. استاذه نوره، اليوم احنا عندنا تجارب في مع الاسئله التي وردت، نريد تجارب جيده وايجابيه تعطينا بريق نور حول مستقبل المراهقين والمراهقات، فلتتفضلي مشكورة. أكيد أكيد. طبعاً في باب ذكر النماذج المشرقة لفتيات من عصرنا وزماننا، نجحنا في تجاوز هذه المرحلة بنجاح. دعنا في بداية نشرق من سيرة تابعية جليلة أحببت أن أبدأ بها على عجل، وهي حفصة بنت سيرين. توقفت عند مقولة في سير أعلام النبلاء أنه أن الفقيه محمد بن سيرين كان إذا استشكل عليه أمر في القرآن قال اذهبوا إلى حفصة واسألوها كيف يقرأ. لا إله إلا الله. وهي من حفظت القرآن في عمر 12 عاما. ما شاء الله ما شاء الله. إذا أردت نموذج معاصر في الهمة والإلهام والإبداع، سأذكر نموذج جماعي. خذ أكاديمية رونق للفتيات من عمر 16 عاما نموذجا عجيبا. لا أعرف إذا أنتم تعرفون عن هذه الأكاديمية أو لا. أكاديمية موجودة على الأرض الواقع الآن، تدرس عن بعد. قدمت لهن دورة تطويرية قبل شهرين تقريبا. نعم. حاضرة معي 82 فتاة تقريبا. ما شاء الله. 66 منهن أو 68 كنا ينتظرنني قبل البدء بعشر دقائق. ما شاء الله. الغريب ليس هنا، الغريب متى كان البرنامج؟ كان يوم سبت الساعة 8 صباحا. الساعة 8 صباحا، ما شاء الله. الساعة 8 صباحا، ما أدري أنا أعجب من أعمارهن أم من تقييدهن بالموعد أم من خلينا نقول الشغف للعلم والتطوير والتعلم الذي دفعونا في ذلك بلا إلزام من أحد. ما شاء الله. البرنامج إيش اسمه أستاذة نورة؟ أكاديمية رونق. أكاديمية رونق للفتيات. طبعا هي أكاديمية على مستوى يعني على مستوى واسع، ليس خاص بالمملكة العربية. اي نعم. اذا اردت نموذج اخر، في فترة أزمة كورونا العام الماضي في شهر شوال وذي القعدة، نعم، من الله علي ان اكون مشرفة لحلقات تحفيظ عن بعد لأطفال صغار. ما شاء الله. ومعلمة لإحدى الحلقات. إحدى الأسر الكريمة من الخارج كنت أسمع لطفلين في الابتدائي والروضة. الجميل في قصتهم أن من كان يحفظهم القرآن أختهم في ثالث متوسط. كان في أي صف أو أي عمر؟ الأخت؟ في ثالث متوسط. ما شاء الله 15 عاما. ما شاء الله ما شاء الله. الأجمل من ذلك أنها بعد أيام طلبت أن أسمع لها أيضا. ما شاء الله. فأين هي عن المنهيات والمشغلات والمؤثرات وأي همة لديها؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا أردت أن أتكلم في مجال آخر، دعني أختم بتجربة مخبز تشيوي ديزرت. هذا مخبز موجود في جدة، من أجمل وأميز مخابز الكيك والحلويات، له حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي. الملهم في قصة هذا المخبز أن شغف الخبز بدأ عند طفلة عمرها 11 عاما، طورت مهاراتها خلال 3 سنوات، وفي عمر 15 أو 16 عاما أطلقت مشروعها الرسمي وسجلته لدى معروف مع شريك قوي جدا في عالم المخبوزات في جدة. ما شاء الله ما شاء الله. نعم بارك الله لكم. هذا في الاستثمار. نعم نعم تفضلي استاذ نور. استثمار صحيح وفي عمر مبكر. نعم. وتوجيه صحيح من الوالدين لمسارات ابنائهم بشكل يعني مبكر، استثمار لابنائهم في عمر مبكر. نعم. طبعا هذه القصص يعني حبيت اني انا الهمكم بعض القصص التي وقفت عليها شخصيا، ولو بحثنا وجدنا الكثير والاكثر الهاما من ذلك. طبعا احب اني انا اختصر وقت البرنامج وايضا. بارك الله فيك. شكرا. وفق الله واياكم بما يحب ويرضى. والسلام عليكم. شكرا شكرا استاذه نوره بنت عياد المطيري، تربويه ومديره مشاريع في مركز رواد الإبداع ومركز مرافع الفتيات بالخفجي. شكرا على المشاركة وهذه القصص الجميلة الملهمة التي تعطينا بريق نور
حول فتياتنا ومراهقينا ومستقبلهم الإيجابي الرائع. صحيح صحيح، وهذه حقيقة فأل للأسر، فأل للأمة. أن كما تفضلت في البداية أستاذ أنور، أنت ذكرت قضية القدرة، وأن لدينا يعني أصلا هذه المرحلة مرحلة فيها حقيقة الرغبة في العمل والحرص على البذل والحرص على الاجتهاد والطاقة في هذا القضية، فالمفترض أننا نحن نستثمر ذلك بصورة إيجابية. لما تخرج لنا مثل هذه النماذج التي أشارت إليها الأستاذة نورة، نحن سنكون على خير كبير جدا. يعني الفراغ الذي يقتل الفتيات ويجعل أوقاتهم تذهب يستدى إلى آخره، يعني تأتي الفتيات في السن في هذا السن الساعة 8 صباحا في يوم الإجازة يوم السبت وينتظرون قبل الموعد، يعني هذا كذا تتنمو حقيقة الهمة ويكون حرص وتتحمل المسؤولية بإذن الله عز وجل. بإذن الواحد. شكرا دكتور، شكرا اللي دخلونا اليوم. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وما زالت عندنا أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم بإذن الله عز وجل. دعونا نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. الصاحب ساحب، ومن صحب قوما عرف بهم، وأثر الصحبة على الأخلاق والسلوك والمواقف أظهر من أن يدلل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فإذا وفقك الله لمصاحبة الصالحين فاستمسك بهم، فهم المرآة الصادقة لعيوبك ومحاسنك، وهم الساعد القوي والكنز الحقيقي. وقد سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير، فقال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وللصحبة آداب، منها تصفية الود وسلوك السبل المؤدية إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. اجتناب أسباب التنازع وكل ما يؤذي كالتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز. الصفح عن العثرات والتغاضي عن الزلات. حفظ الأسرار وإحسان الظن والتماس الأعذار. ستر العيوب وترك مواجهة الصاحب بما يكرهه. بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وإسقاط الكبر. أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه. ولله در من قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نعود إليكم بعد هذا الفاصل نواصل الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا. وهذا سائل أو أم تسأل أن ابنها بدأ يتعامل ويتحدث بطريقة غير لائقة مع زملائه، وعندما وجهته أخبرها أنه يتعرض للتنمر مع زملائه وسخريتهم منه، وفي حال عدم مجاراتهم يعني يهددونه باستمرار السخرية والتنمر إذا ما يعني سمع كلامهم وتوجيههم والتعامل بعض السلوكيات مثل تغشيشهم في الاختبارات، ويسخرون من أسلوبه المهذب واللبق ويعني تسأل الأم كيف تتصرف. الله يعيننا وإياها خير إن شاء الله. على أي حال يعني أنا أقول هذا واضح عندي إنه 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 هناك ضعف في شخصية الابن وهذا ما يمكن نسميه نحن في الجانب النفسي أو هالاختصاص اللي هو ضعف السلوك التوكيدي. يعني وهذه قضية خطيرة ترى، أحيانا تصل إلى مستوى حتى انتهاك الأعراض، لا يستطيع أن يرد طربا أو شيء من هذا القبيل. ولذلك التعويد على مهارات ضعف السلوك التوكيدي، يعني إنه ما يعني يبغى يقول لا ما يقدر يقول لا، يبغى يقول نعم ما يقدر يقول نعم. يعني بعضهم حتى يعطي سيارة لصاحبه وقال له بجيب لك إياه مثلا بعد ساعتين، ما جابها وجلس يوم ويومين ثلاثة ما يقدر يروح يتصل فيه يقول عطني الساعة.
هذا يسمونه ضعف السلوك التوكيد، تأكيد الذات، وذاك التعود على مهارات تأكيد الذات قضية مهمة. قضية يعني أنا أنصح إذا كان يستطيع أن يغير عتبة بابه فليغير عتبة بابه. ما هو ما هي العتبة هنا؟ المدرسة، الأصدقاء نفسهم يعني الأصدقاء. فليحرصوا على 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 مجال تغيير الأصدقاء، فهذه يعني هي قضية القضايا عند هذا. لكن لا شك يعني تعود على قضية تأكيد الذات هذه قضية مهمة. ثم لا بد يتعود على أنه يرد ممتازا، يرد ما هي مشكلة، لكنه لا يكون هذا الرد دائما. بمعنى في شيء آخر اسمه الصفط أو يسمونه الإهمال أو الإغفال، وهذا يحرق أصحاب التنمر ترى. عرفت كيف؟ وأنا تشاورت مع أحد الحقيقة المختصين، لا يلقي لهم بالا. إيه نعم، فكان هذا رأيه في هذه القضية وما يتعلق به، فيلقي لهم بالا. لكن هو لما أنه يصير فهم خلاص عارفين أصلا، والشخصية ليست قوية، فهو تجد أنه يحترقون. طيب كيف تطفئ السلوك؟ تطفئ حماس الطرف الآخر مع تنمره وإلى آخره، هو أنك لا تلتفت إليه. مثل ما نفعل بعض الأحيان لما يبكي 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 الطفل، هو يريد أن يلفت النظر فحنا لا نلتفت إليه فينطفئ السلوك. فيستخدم هذا الأسلوب أيضا، والله أعلم. هذا من الأمثال الشعبية كان على سالفة الصفط وتركه وعدم الاهتمام. يقولون عندنا في المثل الشعبي الحجران يقطع المصران. لا إله إلا الله. يعني هذا مصداق إذا منهج تربوي هو أيضا في معالجة بعض المشاكل. طيب أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عندنا أيضا سؤال آخر مع الدكتور. هذه أيضا أم، يظهر لي أنها أم، اكتشفت أن ابنها يسرق مالا من درج والده، وتكلمت معه واتفقت على أن تعطيه ما يحتاج من المال مقابل أن يتوقف عن هذا السلوك وهو السرقة، لكنه طلب لكن طلبه المال مستمر بشكل يصعب على الأم تلبية هذا الطلب. وفي حال لم ألبي طلبه يقول أنه سيسرق وبالفعل يقوم بذلك، فماذا أفعل؟ صارت القضية هنا إيش؟ ابتزاز غريب. صار الابن إيه غريبة. يبتز أمه. يعني انتقلت القضية من سرقة إلى استخدام الابتزاز في موضوع السرقة. يعني الآن النتيجة أسوأ من بدايتها. أسوأ. تدري لماذا؟ أصبح سلوكين عنده. تصرف الأم. تصرف الأم لم يكن تصرفا موفقا أبدا. يعني الخطأ الأم ماذا قالت؟ الأم تريد الآن تقول أنا هي تحتاج مال، أنا اللي تبغى أعطيك إياه. حتى يعني حتى لم تعرف أصلا سبب المشكلة. لا بد تعرف سبب المشكلة أصلا، هو لماذا يأخذ المال؟ فإذا كان في تقصير في الأسرة فرتب موضوع المال المتعلق بحقه. طيب إذا كان ما في تقصير والمال ما ندري أين سيذهب، نعم، ليس صوابا أن نفتح جيوبنا له. صحيح. عرفت؟ فهو استخدم هذا الابتزاز، ولذلك الحوار معه مهم جدا. لا بد، الأمر يستدعي حقيقة إلى استخدام الحزم مع الود، ولا بد من موضوع الحوار معه حتى نعرف إيش. ولا بد من تدخل أبي دكتور. أنا السرقة الآن المال يعني غالبا يعني المال لما يذكر والصرف على الأبناء يعني عند من؟ حنا الأب عند الأب، هذا في منهج الإسلامي واضح جدا. وهذا أي واحد عاقل سيقول هذا الكلام أصلا. عرفت كيف؟ فالمفترض أن الأب ندخله، وهذه جزء أخرى، أن الأم بعاطفتها ورغبتها أن ابني ينفك من هذا تصرفت التصرف، اجتهدت وأخطأت حقيقة، وإن شاء الله أن الله عز وجل يعوضها خيرا. لكن لابد من إدخال فعلا كما تفضلت الأب، لأن الأب هو الضابط. بعضهم يقول أنا ما أبغى أدخل الأب لأنني أعرف ماذا سيكون من ويلات جسام. إذا ترجحت الويلات الجسام ما كانت أوهام، يعني قضية الأب قد يكون تصرفه سلبي، ممكن يفعل شيء يحصل منه ردات فعل سلبية كثيرة. إذا كان هذا ليس وهما أو ليس مجرد فقط، وإنما معروف هذا، وإنما هذا فعلا هو رجل غضوب جدا ورجل مؤذي جدا إلى آخره، فهذا نقول نقدر هذا هذا الاعتبار. جميل. لكن القضية الأساسية نريد أن نعرف سبب المشكلة، فلا بد هي أن تعرف، ولن تعرف إلا بالحوار مع الابن. لكن ليس بهذا الاستسلام عنده، إذن هو استخدم الابتزاز يا شيخ. أنا أعتقد أن أم لن تستطيع هذا يا دكتور من خلال السؤال. يعني الولد تجرأ على قضية أن يتنمر على أمك وساء يبتزها. لا، هو الكلام معرفة السبب رقم واحد، عاد بها ولا بغيرها. يعني بأي طريقة. ولا شك الأب إدخاله مهم جدا إذا كان عاقلا. إذا كان عاقلا يتعامل، لكن لا بد من حوار معه. ترى عندنا لماذا احنا نمنع أنفسنا من الحوار مع أبنائنا؟ لماذا نتصور لن يصدقونا؟ يعني إذن
هالمشكلة التي حنا نريد أن نهرب منها وقعنا في مشكلة أخرى أكبر منها. صحيح. فلا بد من قضية الحوار حتى نستطيع يشعرون بالأمن النفسي اللي ذكرنا محك الجانب الأمني. جميل. والحوار جزء من الأمن النفسي كما ذكرنا في المحكات. جميل دكتور، شكرا. الله, الله يسعدك، نفع الله بكم. دكتور هذه يعني هنا سؤال في الفيسبوك، وهي امرأة تسأل: كيف أحبب لابنتي الصلاة لأنها في سن المراهقة؟ يؤذن الأذان، إذا لم أقل لها صلي لا تصلي، مع أنها تشاهدني أصلي الصلاة في وقتها وأقرأ القرآن ولا أنقطع عن الأذكار. الحقيقة سؤال كبير ومهم جدا، مسألة الصلاة والأبناء. صحيح. تشاركنا الأستاذة أريج الطباع، مستشارة نفسية. لعل الأستاذة أريج تسمعنا، معنا الأستاذة أريج. أيوة معكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة أريج ومرحبا بك في برنامج أسس التربية، معنا سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي، ولعلك سمعت السؤال وفقك الله. صحيح سمعته، يعطيكم العافية يا رب. الله يا رب يسلمكم. يا مرحبا، تفضل يا أستاذة. هلا بالنسبة لسؤال الأم، وهو بالحقيقة مو سؤال هذه الأم فقط، يعني بالسؤال جميع الأمهات غالبا، يعني أكبرهم هو كيف يقربون أبنائهم من الله سبحانه وتعالى. الحقيقة اللي دائما أكررها أنه عمر المراهقة هو عمر نتيجة مو عمر تربية، يعني مرحلة التربية تبدأ بمراحل مبكرة أكثر، خاصة الصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بتعويد الأبناء على الصلاة أمر من 7 سنوات واضربهم عليها لعشر، يعني الحسن بيبدأ من 10 سنوات. طيب معناته المحبة أو تحبيب الأطفال بالصلاة هي الأساس. لو الطفل نشأ على محبة الصلاة هيكون أسهل بحال مراهقته أنه يكون محب للصلاة. بس من سؤال الأم لاحظت أنه يعني هي قد يكون من زيادة حرصة أنه هي تريد المبادرة تأتي من البنت نفسها. الحقيقة أنه عمر المراهقة ممكن جدا أنه الطفل خلاله، هو يعني عمر المراهقة بيتفاوت، أحيانا بيبدأ عمر المراهقة بمرحلة مبكرة، عمر المراهقة بيتفاوت بمرحلتين. المرحلة الأولى ممكن الطفل يجد صعوبة، يعني ممكن يكون ملتزم بالصلاة بالطفولة محببة له، بس تجي مرحلة المراهقة بيصير يعني أكثر تكاسلا، بيصير أكثر حاجة إنه يفهم معناها، هو الآن ما عاد مجرد مقلد، يعني صار بحاجة إنه يستوعب المعاني اللي خلف الصلاة. جميل. بالمراهقة المبكرة الطفل بيكون الاستعداد الديني عنده جدا عالي. حلو. فرائع لو الأم قعدت مع بنتها وتحاورت معها بأهمية الصلاة، يعني إحنا الصلاة هي بالأخير عبادة سلوكية، والعبادة السلوكية ناجمة عن عبادة قلبية، يعني أنا بدي أربطها أولا إنه تستشعر إنه الصلاة هي صلة مع الله سبحانه وتعالى. جميل. هذا الأمر ما بيجي بالإجبار، ما بيجي بالأوامر، بيجي بالمحبة والحوار. طبعا هذا الحوار ممكن ما يكون من الأم نفسها، ممكن يكون من معلمة التحفيظ إذا بنتها بتروح على تحفيظ. طيب. ممكن يكون من الأصدقاء. يعني تحاول قد ما بتقدر أنه تكون ببيئة تساعد على هذا الأمر، تسمحي لي الحوار وتحبيبها بهذا الأمر. أول شيء خلي أستاذ أريج، أنت ذكرتي في البداية أن هذا السن سن المراهقة هو سن النتيجة لما زرعنا في مرحلة الطفولة. إذن هذه مسألة صحيح. مهمة جدا، يعني الأم هذه وغيرها من الأمهات حتى لا نقع في هذا الإشكال نبدأ من الآن نعد العدة لهذا الأمر. صحيح. واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبنائكم بالصلاة 7. الخطوة الثانية اللي هي مسألة الحوار. صحيح تمام. وانه صحيح الحوار، يعني انه الطفل، يعني اول طفل خلينا نقول المراهق، قد يستثقل الصلاة، قد يجدها صعبة. والصلاة ما لها امل سهل، يعني الصلاة فيها جهد وفيها جهاد. يعني حتى ورد بالآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صحيح. نعم. مو صبر عالي، واصطبر عليها. نعم. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم. فهون بناء التقوى اللي هو العبادة القلبية الأساسية اللي حتدفع بنت انه تحب الصلاة هو الأساس. جميل. فهي ما تركز على النتيجة اللي هي الصلاة، تركز قبل تركيزها على الصلاة على موضوع التقوى. يعني جميل. مهم جدا وهي عم تربي بنتها تنمي عندها الثقة. أوه. تنمي عندها مراقبة الله، ما تنمي عندها انه انت حتعملي الامر خوفا مني. او حرصا يعني حنا على حنا في مرحلة الامر حرصا لله. يعني مرحلة الان العقل موجود والادراك موجود، فلذلك حنحتاج الى تنشيط جانب الحوار وغرس هذا المفهوم، مفهوم مراقبة الله سبحانه وتعالى. في شيء آخر دكتور أستاذة أريج؟ فقط بقي نقطة مهمة. تفضلي. إنه أمر الصلاة، أمر الصلاة ما بيكون إنه يعني لاحظت من سؤال الأم إنه هي تقول تشاهدني أصلي. طب ليش تشاهدك تصلي ما تناديها تصلي معك؟
يعني بنتك كمان إذا مراهقة وبلغت ممكن تشجعيها أنه هي تأمك بالصلاة ببعض الأحيان. جميل. فلا يكفي المشاهدة طبعا، القدوة مهمة جدا، وقيمة الصلاة بالنسبة للأم حتنعكس على أبنائها، بس كمان المشاركة بالصلاة وصلاة الجماعة بالبيت بيكون لها دور كتير كبير. نعم. وحيكون أمر غير مباشر وفي تشجيع لأهل البيت على الصلاة يعني. وطبعا بالنهاية الأمر بس اللي بدي ركز عليه أنه نحن بالأخير علينا، يعني نحن علينا البلاغ، والله سبحانه وتعالى هو اللي بيده الهداية. نحن علينا الاصطباد كأهل، علينا بذل الجهد، علينا الاستعانة بالله ومعرفة أنه نحن منحب لهم أكيد الهداية ونحب لهم الخير، بس هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. فالدعاء اللي هو كمان ربي يجعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء هو أمر أساسي جدا. وما تلوم الأم نفسها يعني أنه تحس هي بالتقصير أو تلوم نفسها بزيادة، بالعكس يكون هذا دافع إلى أنه تلجأ لله سبحانه وتعالى أكثر بالدعاء وما تعتمد على نفسها. شكرا أستاذة أريج الطباع على هذه الإجابة والمشاركة التي أثرت لقائنا، ونشكر لك المشاركة وبارك الله فيك ونفع الله بعلمكم. نأخذ تعليق للدكتور خالد السعدي لكن بعد الفاصل. طيب. إذا تسمحوا لنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات سنخرج فاصلا قصير ثم نعود إليكم. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤولياتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة، ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. ومن ثم كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عودنا إليكم. وكان عندنا مداخل السادة أريج الطباع حول قضية تعويد الأبناء على الصلاة أو معالجة تقصير أبنائنا المراهقين في أداء الصلاة. كان لك تعليق في ذلك الدكتور؟ شكرا لها الحقيقة أستاذة على ما ذكرت، وتأكيد على حقيقة مرحلة الطفولة التي تسبق مرحلة المراهقة أكدت عليها حقيقة. أضيف ما يتعلق بجانب استخدام الأساليب غير المباشرة القصصية المتعلقة بالأمور التي تحيي هذا الجانب المتعلق بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى. أيضا نحن بشر، يعني ما في شك أن الحوافز تشجعنا، الحوافز يعني مثلا بيان الأجور، بيان القضايا المرتبطة بأسلوب الترغيب. في مقابل أيضا حنا أيضا بشر كذلك، وفي مثل هذه المرحلة أيضا نخاف مما يعني ربما يصيبنا لو توفانا الله سبحانه وتعالى، فنستخدم كذلك أسلوب ماذا ما يمكن نسميه أسلوب الترهيب كذلك. لا شك أنه يعني نرجع إلى قضية التربية وتحسين العلاقة. أيضا أنا أقول حقيقة كذلك قد تكون البنت تصلي يعني الأستاذة أشارقت إلى قضية أنها تصلي معها، حكم على أنها أن تقول الآن أصلي ماشي يعني طيب هي يعني المرأة تصلي في بيتها، فوقت الصلاة يعني فيه فسعة، فهي قد لا تصلي الآن في الوقت طلبت منها الأم، فلا نجعل هذه القضية هو عبارة عن حكم على البنت أنها ما تصلي أبدا. واضح الفكرة يا شيخ؟ نعم. وأيضا أصيب باستخدامات التقنية في موضوع الفلاشات وبعض المقاطع القصيرة التي تؤكد قضية الصلاة وأهميتها وما يتعلق بها. نعم. أم أحمد من فرنسا
تسأل عبر الزوم تقول: الأب يربي أولاده بالضرب كما رباه أبوه إلى درجة أن أولادي 12 و13 سنة أصبحوا لا يحبوه ويتمردون ويقولون لي: يا أمي تطلقي منه، إنه يخنقنا بالأوامر، فأنا محبطة والتجأت إلى ربي بالدعاء، فانصحوني بارك الله فيكم. الله المستعان، وسأل الله أن يعينهم وعين هؤلاء الأبناء وعين هذه الأم، وكذلك يهدي والدهم اللهم آمين، ولتستمر حقيقة في الدعاء. أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ هذه الصورة أخي الكريم والإخوة والأخوات الحقيقة تؤكد القضية التي أكدها بيّنها الله سبحانه وتعالى في حق رسوله يا أخي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ماذا لم فضوا من حولك. من هم؟ من هم؟ الصحابة ينفضون من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وحاش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الله بيّن هذه القضية وهذه محل اقتداء لنا، ينبغي أن نتنبه إذا كان إذا كان هذا الأمر الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى هو نتيجة طبيعية التمرد وعدم الاستجابة بسبب القسوة والشدة والغلظة. ولذلك نقول لهذا الأب يعني لابد أن ينصح الحقيقة، لابد أن يراجع نفسه، ولابد نجد من يؤثر فيه. ولا يستصغرون حتى الأبناء يكتبون رسالة، يكتب الإبن رسالة له إلى آخره. هذا الصورة المخيفة صورة صعبة جدا، يعني أنه أن يكون الأبناء يتمنون هذا الأمر. يعني هل تتوقع يا أخي الكريم أن الأب سيفرح لما يأتي يراه جثة هامدة أمامه؟ أنا أقول لو مات الإبن وهو كارهم هذا الأمر، لو مات الإبن على حال متعلقة بانحرافات مخدرات وإلى آخره، هروبا من هذا القسو من هذا الواقع الشديد الذي يمارسه مثل هذا الأب وأمثاله، قضية نحتاج لذلك لابد من تدخل شخص مؤثر أخي الكريم لهذا الأب حتى لا يندم مستقبلا. الأمر الآخر، يعني ترى هذه القضايا تؤثر في شخصيات الأبناء يا أستاذنا، يعني تجعلهم يعني ضعفاء الشخصية، يكذبون، يعني يكون عندهم جانب من الحقيقة أيها الإخوة، جانب من التمرد، جانب من النفور، يعني عدم التقبل. يعني نحن السبب. لذلك نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. يعني هذا الأب ينبغي الحقيقة محاولة التأثير فيه. أما أنا يعني استعجال في هذا الطلب، طلب الأبناء، لا يلزم أن نستجيب له، ولا يصلح للأسرة أن تتفكك بهذه البساطة وهذه السهولة. إنما الجدارة هي رعاية الأبناء ومحاولة التأثير في الأب بهذه الجرعة من تحذيره وتخويفه، وليس على الله عز وجل بعزيز بإذن الله عز وجل. يعني قضية الدور الأم أيضا في قضية تصبير الأبناء، صحيح، وأن هذا ابتلاء، صحيح، وأن صحيح، يعني في الأخير هذا الضرب قد يأتي هو الأب بثقافته، هو يبغى يحافظ على أولاده، يبغى ينشئهم تنشئة جيدة مثلا، يمكن يضربهم عشان الدراسة، يمكن يضربهم عشان مصاريفهم زايدة مثلا، ما يعرفون كيف يتصرفون. بس واضح هنا في السؤال ليست القضية مرتبطة بجانب معين، بغض النظر حتى في هذه أنا خطأ لا أرى اتجاه للضرب، لكنه واضح أنه سلوك يسمونه سلوك معتاد. يعني يضرب بسبب ولا بغير سبب، يعني يغضب، يعني ولذلك يعيشون هذا القلق وهذا التوتر وهذا التمرد بصورة تراها قضية يعني لاحظ أن هؤلاء الآن في مرحلة يعني مراهقة. طيب ما كيف كان وضعهم في الطفولة؟ أكيد حصلوا يعني ما أذاقهم الويل. ولذلك أنا أقول يتقي الله عز وجل هذا الأب، يتقي الله عز وجل، ولتعمل الأم على كل هذه النقاط اللي ذكرناها من إيجاد شخص يؤثر فيه ويشعره بنهاية المآلات في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك أثر ذلك على أبنائه، عسى ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. بلا شك. جزاك الله خير سعد الدكتور على هذه الإجابة. هذا أيضا تساؤل عبر الواتساب. هذه أم تسأل وتطلب كلمة توجيهية للأمهات اللاتي يقمن بحل الواجبات والامتحانات عن بناتهن وأبنائهن ومساعدتهن في ذلك ليحصل على درجات كاملة، مما يوقع الأبناء في الغش والاتكال على الآخر. والله نشوف أن هذا يعني هذه جريمة يعني في حق الأسرة، في حق الأولاد أنفسهم. تعليق الدكتور زكريا. الله أقول لعل اللي يجيبون عليه هم الأمهات أنفسهم، يعني الرحمة، هذه الرحمة اللي في غير محل. يا أخي أنا أستغرب جدا أن نصل لهذا المستوى الحقيقة بهذه الصورة، لكن أرجو لا تكون ظاهرة أخي أستاذ أنور، أخو المشاهدين والمشاهدات. قضية الحقيقة يعني مخالفة للخطاب
القيم الفاضلة بشكل كبير جدا، لأنه يعني سبحان الله الهدف الجميل وهو هدف التميز في الدراسة ينال بطريقة غير شرعية، غير شرعية وليست حقيقية. المتلبس كما جاء في الحديث، المتلبس كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة والأخوات، المتلبس بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، يعني الشخص المتشبع أو المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ليس حقيقة درجته كاملة. ولذلك سيتعود على قضية أنه يكون أفضل شيء في وظيفته وفي دراسته لكن بطريق الغش، تربى على ذلك ربته أمه. اتركوه اتركوه، دعوه يغوص في، يعني يخوض الحياة بتجاربها، يخوض الحياة بحر حلوها ومرها. صحيح. وهذا جزء من ترى من محك تحمل إيش المسؤولية، المسؤولية ذكرناه. يعني اضطرب هذا الصورة، نحن كأننا نقول له نحن معك تماما، وأنت دائما دائما يعني صورتك بيضاء، حقيقة صورة بيضاء بس مشوهة من الداخل، بيضاء في ظاهرها لكن في باطنها ليس كذلك. ونذكر حقيقة هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس من هذه قيمنا. قيمنا يا جماعة، يعني نحن ممكن نشرف أن نسمع وشخص ليس من المسلمين لكنه عنده هذه المبدأ، عنده هذا المبدأ، لا يمكن أنه يتحصل على شيء اللي أبناه بيش بالكذب ولا بالاحتيال ولا بالسرقة ولا بالغش. إحنا ما بأولى يا أستاذي. لذلك نقول اتقوا الله عز وجل، وهذا والله لا يزيد أبناءنا إلا نكوصا في هذه الحياة، في استخدام هذه الأساليب المعوجة والقيم غير السليمة في الحصول على ما يريدون. الله يكتب أجرك يا دكتور، نفع الله بكم وبكم وبعلمكم جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الحلقات وفي هذه الإجابات على هذه التساؤلات، ولنا إن شاء الله معكم لقاءات قادمة بإذن الله عز وجل. نشكر سعادة الدكتور خادم أحمد السعدي، نشكر الذين دخلونا اليوم من الأساتذة والأستاذات المربيات، ونشكركم على تفاعلكم معنا وأسئلتكم واستفساراتكم، ولنا إن شاء الله لقاء قادم في حلقة متجددة من أسس التربية ومع ضيفكم الدائم الأستاذ خادم أحمد السعدي. شكرا لكم، شكرا لفريق العمل، شكرا دكتور على هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح.